واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. أي وخلق الخلق الأولين، الجبلة الخلق، ومنه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا. فقوله تعالى واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، أي واتقوا الذي خلقكم وخلق الخلق الأول الجبلة الأولين. ولماذا ذكروا بصفة الخلق دون غيرها في هذا المقام؟ قال فريق من العلماء، وأثير ذلك عند قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، لأن أهل الشرك لم يكونوا ينازعوا في الخلق، بل كانوا يقرون بأن الخالق هو الله، ولا يقولون أبدا إن الصنم خلقنا، ولا يقولون إن هبل خلقنا، ولا إن العزى خلقتنا أبدا، بل يقرون لله بصفة بفعل الخلق. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكانوا يقرون لله بأنه خالق وخلاق، فمن ثم إذا كنتم تقرون له بأنه الخالق فاتقوه. قال تعالى اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، قيل المسحرين المسحورين، وقيل المصابين بمرض الرئة، فالرئة يطلق عليها السحر، كما قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فيقول أنت مريض مرض نفسي، ولا مريض مرض في ضيق صدر، أو أنت مسحور. وهذا أورده العلماء في هذا المقام. وما